السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. معكم زميلتكم وأختكم رجاء فلاتة من إدارة مكافحة العدوى بصحة مكة. Today we'll talk about healthcare associated outbreak response, evaluation and improvement. تمام؟ أول حاجة حنبدأ فيها objective of the lecture. Why we need to make evaluation in your program? Why? To assist the effectiveness of outbreak management strategy and intervention, and also to identify the strength and weakness in the response to outbreak, facilitate continuous improvement. أنا أحتاج إني أعمل evaluation عشان أتأكد إنه البرنامج عندي مفعل بصورة صحيحة وكاملة وواضحة، أو إني هل أحتاج إلى تحسين، أو إن أشوف فيها أيضا نقاط الضعف والقوة لبرنامج الأوتبريك. تمام؟ طيب نبدأ أول حاجة نعرف الـ evaluation. إيش يعني evaluation؟ أي أحد يجي في باله من يوم ما يشوف كلمة evaluation يجي في باله إيش؟ إنه عندي أنا systematic method for collecting and analyzing and using the information to answer the question. أنا عندي داتا، تمام؟ الداتا هذه أنا أستخدمها for collecting و analyzing، أحلل بيها الوضع اللي فيه الداتا هذه، وأستخدم ال information to answer the question about the project, the policy, the program. يعني مثلا في ال outbreak أنا عندي، أنا لما أعمل أسوي أوت يجيني outbreak وانتهي من ال outbreak، أنا لازم بعد كده أعمل evaluation بحيث إني أنا أجمع الداتا هذه وأعمل لها analyzing واستخدمها to answer the question about the project نفسه، و how to improve and how to control the another outbreak. تمام؟ طيب ال evaluation، طيب أنا دائما دائما لما أنا أستخدم ال evaluation أكيد في ال evaluation لي طرق متعددة، ما هي طريقة واحدة. فأفضل طريقة إن أنا أستخدم بيها الـ evaluation إنه يكون عندي scale. طبعا في أنواع كثيرة و different type من الـ scale. For example أنا دحين عندي الـ effective, partial effective and ineffective. أنا لما أعمل evaluation لازم يكون عندي check list، تمام؟ يكون فيها نفس الـ control اللي أنا أحتاج أتابع فيه، وعلى أساسه أقدر أحسن أو إن أشوف نقاط الضعف عندي. تمام؟ فممكن أستخدم السكيل هذه اللي هي effective, partial effective و ineffective. ممكن أستخدم اللي هي done, not done و ongoing. ممكن أستخدم met, partially met, not met. ممكن أستخدم yes, no, not applicable. في عندي different scale ممكن أستخدمها للـ evaluation. الـ evaluation هذا جدا مهم في الـ outbreak عشان أنا أتأكد إني أنا ماشية في الطريق الصحيح من الـ measure اللي أنا عاملتها للـ outbreak. تمام؟ قدام حنعرف ليش إحنا حنعمل evaluation. طيب الـ type of evaluation نفس الحكاية، عندنا many type of evaluation، بس الـ more common عندنا الـ formative evaluation والـ process evaluation، الـ outcome evaluation والـ impact evaluation. أول حاجة الـ formative evaluation من اسمها formative، فهي غالبا تستخدم في إذا كان عندي new project أو حاجة زي كده. طبعا هذه لازم نتأكد إنه البروجرام يكون visible و appropriate و acceptable before fully implemented. غالبا هذه ما حنحتاجها كثيرة. الـ process evaluation، الـ process evaluation للـ program activity. طيب determine whether program activity has been implemented. زي إيش؟ For example عندنا مثلا زي إيش عندنا البندل، أنا أتابع فيها البندل، هل أتأكد من الطريقة الصحيحة؟ عندنا كمان مثلا حاجة ثانية الهاند هيجين، ممكن عندنا كمان عن طريق البروسيس ايفالويشن في أنا أتابع فيه له البروجرام. تمام؟ الأوتكم، الأوتكم غالبا يكون في إيه؟ نشوف ميجر البروجرام افكت ان ذا تارجت بوبيوليشن باي أسيسينج البروجرس in the outcome or outcome objective that
that the program is to achieve. الـ outcome evaluation غالبا دائما يعطيني rate أو الراتيو، بس أكثر حاجة طبعا نستخدمه مع الريت. يعني ممكن تشوفي الريت عندك حق الاوت بريك نزل، يعني كان الشهر اللي ماضي 5 اوت بريك، الشهر هذا صار عندي 3 اوت بريك، فأنا عندي الريت حقي نزل، معدل الحالات دخول. طبعا الاوت بريك والسيرفيلنس جزء لا يتجزأ من بعض، فمن الداتا حقت السيرفيلنس أنا بجمع بيها الاوتكم ايفالويشن، الافكتفنس ايفالويشن، البروسيس ايفالويشن، كلها تتجمع من الداتا حقت السيرفيلنس. تمام. الامباكت ايفالويشن، الامباكت ايفالويشن نستخدمه لاشيف اليوتيميت الجول عشان اوصل للهدف تبعي. طيب غالبا تستخدم بس مو دائما، زي البروسيس ايفالويشن والاوتكم ايفالويشن، هذه موست كومن تايب اوف ايفالويشن. طيب ايش اللي احنا بنستخدمه في الاوت بريك؟ بنستخدم الامباكت اللي هي لايفالويتنج اوف كنترول ميجر، اسس الامباكت اوف كنترول ميجر اون ديزيز ترانسميشن. طيب monitor compliance and adherence to control measure. بنستخدم الشيء الثاني ال outcome زي ما قلنا ال rate. تمام. وبنستخدم ال process زي ايه؟ ال implement لل control measure، evaluate ال implementation of control measure. هذه أكثر استخدامات ال type of evaluation. خلاص احنا عرفنا الـ definition of الـ evaluation، وعرفنا الـ type of evaluation، وعرفنا ايش اكثر استخداماتنا في الـ outbreak للـ evaluation type. طيب control effectiveness test involve regular review، لازم يكون عندي regular review of your control to ensure they are designed correctly and effectively effect reduce or manage a risk as expected. ايش يعني هذا الكلام؟ انا لازم اعمل على طول دائما continuous regular evaluation للكنترول. For example انا ما عندي بلاغات بتتبلغ في القسم الفلاني، هل هذا معناه انه هل فعلا هذا القسم ما عنده outbreak؟ لا، انا لازم ارجع واعمل اشوف review regular، اتاكد انه أنا من جد ماشي في الطريق الصحيح، إنه في reducing or managing للـ outbreak زي ما أنا متوقع، ولا في اختلاف الدكتور ما بيطلب لي الـ patient أي culture، المختبر ما بيوصلنا للـ result، ففي يكون مشكلة أو إني أنا أتفاداها أو إنه أنا فعلا ماشية في الـ correct way. تمام؟ طيب الـ control effectiveness، this term used to describe how well control is reducing or manage the risk it's meant to modify. طيب عندي اغلب حاجه الافكتيف كنترول لازم يكون بصوره معينه، زي ايش؟ يعني يكون زي ما انا متوقع بالضبط، لازم يكون ريليفنت، لازم يكون كومبليت، لازم يكون ريليابل، لازم يكون تايملي، عشان انا اقدر اقول انا ماشيه في الافكتيف كنترول. لازم يكون عندي اشياء معينه ماشي عليها، ريليفنت، كومبليت، ريليابل اند تايملي. كويس. تمام. طيب احنا عرفنا دحين الايفالويشن وعرفنا الكنترول افكتيفنس عشان نوصل للفاليديشن. انا ما احتاج استنى الوزارة المديرية تجيني، أو ما أحتاج كمنشأة، ما أحتاج إنه التجمع يجيني أو وات إيفر، لازم أنا على طول أعمل إيفالويشن وكنترول ميجر عشان ما أوصل لمرحلة إنه المديرية تجيني أو التجمع يجيني. متى يجيني؟ دحين حنعرف. الأوت بريك فاليديشن بروجرام، طبعاً إحنا عندنا فاليديشن بروجرام أطلقته الوزارة فور مانجمنت، طبعاً عشان إنه المستشفيات اللي ما تبلغ، فأنا ما أحتاج أوصل لهذا الليفل إلا أنا عندي داتا كاملة، عندي لاين ليست جاهز، عندي إيفالويشن واضح للمنشأة في كل حاجة. دحين حنتعرف عليها.
An outbreak validation program is essential to healthcare facility management, mainly when dealing with the healthcare associated outbreak. لازم تعملي validation للبروجرام. للاوتبريك بروجرام لازم انت كمنشأة كانفكشن كنترول ديبارتمنت تعملي validation من قبل لا يجيك التجمع ولا من قبل لا يجيك المديرية. طيب الفاليديشن اوتبريك يعتمد على ايه؟ دائما زي ما قلت سابقا الاوت بريك يعتمد على السيرفيلنس داتا. انت ما عندك داتا صحيحه في السيرفيلنس ما حتقدر ديتكت الاوت بريك. فاحنا الاوت الفاليديشن هذا يعتمد على الداتا حقه السيرفيلنس. فاول حاجه لازم اتاكد انه السيرفيلنس سيستم عندي صحيح، تمام. فالفاليديشن اوت اوف اوت بريك refer to confirmation of the accuracy, reliability, and completeness of the information collected or reported through surveillance system. تمام؟ فلازم أنا أول أتأكد إنه عندي surveillance system صحيح، بعد كده أتأكد إنه الداتا هذه اللي أدخلت صحيحة وما عندي outbreak missed ولا outbreak delay أو whatever، أو ما عندي أي مشكلة في الداتا. الفاليديشن هذا لازم يكون بصورة continuous. طبعا هو يكون بكوارترلي، تمام. الفاليديشن اوت بريك يكون كوارترلي، بس انت كمنشأة المفروض تعملي قبل لا تجي يجيكي قبل لا يجيكي التجمع ولا قبل لا يجيكي المديرية. طيب انت حتعمل الفاليديشن لايش بالضبط؟ عندك اشياء كثيره، ولا عندك اشياء كثيره تعمل بيها فاليديشن في اللاين ليست. اول حاجه لازم يكون عندي line list. طيب أول حاجة لازم يكون عندي line list complete line list. أنا أستفيد من ال line list إيه؟ هل بس عشان detect the outbreak؟ لا، أنا ممكن بال present on admission أقدر أعرف أنا هذه الحالات عندي present on admission كثير for example. طيب أنا أحتاج أبدأ أعمل زي ما قلنا في البداية كوليكت الداتا واعمل اناليسز، صح ولا لا؟ طيب انا عملت اناليسز، ممكن تطلع لي الحالات during the incubation period للأورجانيزم فحتنحسب على مستشفتي، تمام. ممكن عندي الكونتامينيشن ريت عندي جدا عالي، فانا احتاج ارجع اعيد وابدا اعمل ري ادوكيشن وابدا اشوف المختبر، اشوف الكتات في المختبر، ابدا اتابع اشياء كثيره. ممكن يكون عندي اريا معينه اللي فيها الاوت بريك الاورجانيزم عالي في الجزء الفلاني في القسم الفلاني في الاريا الفلانيه، ممكن من البيد، ممكن من الغرفه، ممكن يعني. فانت باللاين ليست تقدر تطلع اشياء جدا كثيره، فما نستهون باللاين ليست. الله يسعدكم، مهم جدا اللاين ليست، هو اساسي 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 في انك ديتكت الاوت بريك واشياء اخرى، تمام. طيب البروسيس اوف فاليديتنج الاوت بريك، طيب ايش البروسيس؟ طبعا احنا البروسيس جينا للانفستيجيشن الاساسيه، طبعا كلنا عارفينها، ما هي واحد ولا اثنين 11 ستيب، لكن احنا بنتكلم على الفاليديشن. لازم تتأكدي انت كمنشأة ولا كشخص تشتغل في الانفكشن كنترول انه في ايدنتيفيكيشن للبوتنشال اوت بريك، تمام. اول حاجه ايدنتيفيكيشن للبوتنشال اوت بريك، لازم يكون عندك خط في التبليغ عن حالات الاوت بريك، يكون سواء منكم من الانفكشن كنترول او من المختبر او من القسم. يكون عندك زي ما قلتوا المحاضره السابقه سمعت الاكتف سيرفيلانس يكون مفعل بصوره صحيحه وواضحه، حيظهر لك في الايدنتيفيكيشن للاوت بريك، تمام. طيب انا عملت ايدنتيفيكيشن للاوت بريك بوات ايفر الطريقه المعينه، ديتيلز الابديمولوجيكال انفستيجيشن. الابديمولوجيكال انفستيجيشن مره مهم، ما نقدر نستغني عنه. عشان تعملي فاليديشن للاوت بريك لازم يكون عندك ابديمولوجيكال انفستيجيشن، تمام. اللابوراتوري اناليسز، اللابوراتوري اناليسز هل بس اني انا اخذ نتيجه ومن المختبر وخلاص؟ لا لا، بشوف الداتا، اشوف الفينوتايب اللي عندي، اشوف الكيتس اللي عندي متوفره، اشوف هل هي اكسباير ولا لا،
اشوف الجينوتايب لنفس الاورجانيزم. فانا عندي اشياء كثيره اشوف الكونتامينيشن، ممكن يكون عندي كونتامينيشن من المختبر، فلازم انا اعمل اناليسيس عشان اقدر اقول انه انا عندي البروسيس ماشي بصوره صحيحه. تمام. طيب ابلاي سبيسيفيك كريتيريا تو كونفيرم الاوت بريك. طيب الكريتيريا هذه تعتمد على ايش؟ عندنا 3 اللي هي بيرسون وبليس وتايم. عشان انا اقدر اعمل كريتيريا لازم اسوي كيس ديفينيشن، لازم يكون عندي كريتيريا تو كونفيرم الاوت بريك. من ضمنها نستخدم طبعا الايه، البليس والتايم والبيرسون. تمام. طبعا هذه الاشياء كلها تحتاج دعم، وتحتاج طبعا اكيد مشاركه ومعاونه من الانفكشن كنترول والريجنال هيلث كير دايركتوريت والكلاستر. تمام. تكون بالتعاون مع جميع الاطراف عشان انت تطلعي بفاليديت صحيح للاوت بريك. كويس. احنا دحين قلنا في البدايه تعرفنا على الايفالويشن، تعريف الايفالويشن، التايب اوف ايفالويشن، الافكتفنس، وعرفنا يكون بصوره صحيحه عن طريق الستيب تبعه. بعد كده تكلمنا عن الفاليديشن. الفاليديشن مهم في ايه، ومين الناس اللي تكون انفولف في الفاليديشن. تمام. من هنا الى هنا واحنا تمام. طيب Effective Outbreak Validate Program involve more than identifying and confirming an outbreak. هل تتوقعوا إنه الـ Effective Outbreak Validate Program يكون بس identify و confirm؟ لا، بس إني أنا أروح أشوف والله إن أنا عندي outbreak وخلاص؟ لا لا لا، في أشياء كثيرة، في أشياء كثيرة جدا، من ضمنها إيش؟ الـ measures، صح ولا لا؟ الـ measure like isolation and cohort of effective patient. انا مو بس اعرف انه انا والله عندي اوت بريك يا جماعه وخلاص، واروح احط الداتا في المنصه وخلصت. لا، لازم انا اتاكد من المجر، لازم انا اتاكد من الاستاف اللي بيمسك الحاله، لازم اتاكد من الديفايسز اللي بتستخدم، لازم اتاكد من السبلاي اللي موجود عند البيشنت. اشياء كثيره، الانفيرومنتال كليننج، اشياء كثيره تعتمد على الفاليديت. مو فقط ان انا اعمل فاليديت وخلاص، لا، تلاقي ممكن السورس بعض الاحيان من ايش، من الهاوس كيبر، من الدكتور، من النيرس، من السبلاي، من وات ايفر. تمام. فانت تحتاجي تعملي فاليديت مو بس عن طريق بس ان انا ادنتيفاي وكونفيرم الاوت بريك وخلص دوري، لا، هنا دورك لسه دوب بدا. طيب انهانس الانفكشن كنترول براكتس. طيب الانتيبيوتيك في ورك شوب بروجرام ممكن يكون من الانتيبيوتيك، في عندنا اكزامبل كثيره عن الاورجانيزم. طيب ما حندخل في ديتيلز من المحاضرة اللي قبل، ما شاء الله عرفنا ايش الـ MDRO. طيب in some case ممكن نحتاج اننا نقفل القسم او نقفل الوحدة ونقفل المنشأة كاملة، بس طبعا هذه تحصل في الـ huge outbreak وديتكت، يعني انه تكون يعني ممكن نوصل ل بالمساعدة مع الجي دي اي بي سي، ما حتكون على طول يعني. طبعا هذه اني انا اقرر اني انا اقفل منشأة ولا اقفل قسم، هذا بالمساعدة طبعا ما يكون مع الوزارة. تمام. طيب في عندنا حاجة اسمها زيرو اوت بريك نوتيفيكيشن. متى اقول هذه المنشأة انه هي زيرو اوت بريك نوتيفيكيشن؟ متى؟ لما تكون نت ريبورت ذا اوت بريك فور 3 مانث. المنشأة ما بلغت في المنصة لمدة 90 يوم، هذه تعتبر إنها zero outbreak notification، تحتاج validate visit من التجمع أو المديرية. طيب ال validate process زي ما قلنا هو يكون quarterly، زي ما دوبنا قلنا خلاص هيكون quarterly، ويكون إيش accurate، ويكون reliable، ويكون effectiveness. خلاص نشوف فيه له ايش الاوت بريك نوتيفيكيشن. معلش المايك، الله يعطيكم العافيه. زي ذيك المره الهنوف، الله يعطيك العافيه، ممكن المايك؟ شكرا.
طيب البروسيس للفاليديشن، احنا عندنا على طول الفاليديشن ينعمل كوارترلي. طيب بنشوف فيه له ايش، هل في المستشفى ما بلغت، هل المستشفى عندها بلاغات متأخرة، هل عندهم مشكلة، عندهم سيدو اوت بريك، هل المانجمنت بنعمل بصورة صحيحة او ما بنعمل، هل عندهم في كلوز للاوت بريك بصورة صحيحة ولا لا، هل في education بنعمل بصورة صحيحة، هل التيم اوير بهذا كله. فعندنا validation process بنعمل كوارترلي. بس اذا ما بلغت المنشأة لمدة 3 شهور 90 يوم، هنا تحتاج انه التجمع او المديرية يتدخل. طيب حاليا كل شهرين المستشفى اللي ما تبلغ الوزارة حتتدخل. طيب after 2 months of no notification هنجمع كل المايكرو اورجانيزم ريليتد للداتا ونتأكد من انه ما في outbreak. كل شهرين الريجنال outbreak coordinator will visit the hospital و validate و verify no outbreak. اتأكد هل المنشأة ما بلغت، هل المنشأة عندها بلاغات، وحتضطر المنشأة تبلغ، هيكون البلاغ بصورة متأخرة وحيكون الداتا not complete. فإحنا من البداية كمنشأة، من البداية أنا أعمل evaluation، من البداية أنا أعمل control، من البداية أنا أعمل validate قبل لا أحتاج. حتى لو جاني أي أحد من التجمع من المديرية، أنا عندي داتا complete، عندي داتا، عندي أسباب، عندي كل الأشياء اللي تثبت إنه أنا ما عندي أوت بريك، ولا أنا ماشية في الرايت واي. تمام. طيب هل البلاغات بس تكون للأي سي يو؟ لا، حتى الجنرال وورد، السيرجيكال وورد، أي ديبارتمنت أذر ذان الأي سي يو يتبلغ فيه، طبعا ما عدا الطوارئ. غير كده أي قسم احتاج نبلغ فيه نبلغ، ما هو شرط السيرفيلنس يكون على اريا معينه، لكن الاوت بريك اي محل، اي محل في القسم، اي محل في القسم. في عندي بيشنت يكون جالس مور ذان 2 دايز، فانا هنا احتاج اني ابلغ. طلع مثل الكريتيريا اللي انا ابلغ، احنا عندنا ماتريكس فيها كلاس A و B و C، فاحنا نبدا بالسي طبعا. وصل للليمت حق عدد الحالات اللي موجود في الماتريكس، انا احتاج اني ابلغ، لانه لما الوزاره ولا التجمع ولا وات ايفر جاي يعمل لي فاليديت، حيشيك لي على كل حاجه، الجنرال وورد، السيرجيكال وورد، الاي سي يو، السي سي يو في المستشفى، في لوبيشن حيتم مراجعه الاورجانيزم. تمام. وايضا حيزوروا المايكروبيولوجي ديبارتمنت، لانه ممكن يكون المست عندي من المايكرو. فهذا كله من البدايه احنا نعمله كايه، كايفالويشن. تمام. عرفتوا ليه احنا حطينا في البدايه الايفالويشن، وايش يعني ايفالويشن؟ كده اتوقع وضحت الصوره. انا اعمل ايفالويشن قبل لا اعمل الفاليديشن، من بدري انا يكون عندي ايفالويشن كونتينوس، طبعا زي ما قلنا كونتينوس ايفالويشن، الكنترول اللي يكون موجود بصوره طويله، هذا معناته لا انا احتاج اني اتاكد هل انا ماشيه في الرايت واي، هل انا في عندي مس داتا، هل انا عندي الدكتور نت اوير، هل انا عندي النيرس نت اوير، هل انا عندي المختبر نت اوير، هل عندنا مشكله في السيستم كله كهوسبيتال، ولا انا ماشيه في الرايت واي. تمام. عشان لما اعمل الفاليديشن يكون بالصوره الصحيحه. طيب زي ما قلنا الميثود حتكون يا انه حنشوف الاسكيب داتا، وحنعمل لها سبمت في الجي دي اي بي سي بلاتفورم، وطبعا كل بعد شهرين حتكون التجمع والمديريه حيزور المنشاه اللي ما تبلغ، لازم يكون في بلاغات، طبيعي حيكون في بلاغ إذا كان في حالات دخول، وبصورة حتى الوقت اللي يكون ما عندي أوت بريك، أنا يكون عندي justification لعدم البلاغ. تمام؟
اهم شيء انا اتاكد انه في امبلمنتيشن صحيح للسيرفيلانس بروجرام، لانه ممكن يكون في مست من البدايه للسيرفيلانس بروجرام. اذا السيرفيلانس بروجرام عندي ما هو مفعل بصوره صحيحه، فتاكد الاوت بريك حيكون بصوره غير صحيحه كمان، لانهم يكملوا بعض. خلاص تمام. طبعا هذه عندنا من صور الداتا اللي الوزارة حتجي ولا المديرية حتجي وتاخذها، الداتا اللي تحتاجها تمام، الكليبسيلا والسي ار اي ام دي ار او كليبسيلا، كم عدد كل اورجانيزم البوزيتيف سامبل كم كان عددها، طبعا هذا من المختبر ممكن ناخذها، الجرام بوزيتيف ام دي ار او زي الام ار اس اي الفي ار اي الفانجل كانديدا، طبعا لانه احنا عندنا زي ما انتم عارفين الاستراتيجيه تبع الكابس، فكل الداتا هذه حناخذها. فاحنا من البدايه نحتاج انه تكون الداتا عندي كومبليت وكلير وواضحه. طبعا بعد كده الكلاريفيكيشن، طبعا في اسئله معينه نسال عنها ونتأكد من وجودها تمام، ونتأكد من المنشأة هل هي موجود في اوت بريك لم يبلغ ولا كلها تبلغت. طبعا لازم يوقع عليها مدير المستشفى ورئيس القسم والريجونال اوت بريك كوردينيتور والريجونال انفكشن كنترول دايركتور، فدائما ما نستهون بهذه الامور. طيب انا عملت فاليديشن الحمد لله ما لقيت اوت بريك، اذا انا ماشي في الصورة الصحيحة. والله لقيت اوت بريك، اذا انا هنا احتاج ايه؟ identify the area for improvement، لان انا عندي مشكله. انا لقيت بعد الفاليديشن لقيت ايش؟ انا عندي مس داتا، عندي اقسام ما بتبلغ، عندي دكاتره ما بيعملوا سكريننج، عندي دكاتره ما بيعملوا كلتشر للبيشنت، عندي النيرس ما بتتبع على سبتك تكنيك دي، فانا عندي مشكله. انا احتاج هنا identify the area اللي تحتاج اللي فيها المشكله، و identify التارجت بيبول اللي عندهم الديفكت، وابدا اعمل امبروفمنت. اعمل امبروفمنت باش اشوف طبعا ايدنتيفاي الاريا فور امبروفمنت، اعمل جاب اناليسيز روت كوز اناليسيز اشوف فيها الديفيشنسي والكوزز والريسك فاكتور. طيب بعد كده ابدا اعمل اكشن، والاكشن هذا اعمل له ريفيو، استبلش ميجر للانديكيتور والبنش ماركينج تمام، ولازم الكونتينوس كواليتي امبروفمنت، لازم 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 كونتينوس، ما اوقف في محل معين واقول خلاص انا كده انتهيت. الانفكشن كنترول كونتينوس، كونتينوس امبروفمنت، كونتينوس اديوكيشن، كونتينوس فولو اب، كونتينوس ايفالويشن، كونتينوس فاليديشن، لانك وانس انك انت غبتي لحظه فتاكدي حيصير في تراجع. تمام، هذه أهم الأشياء اللي أنا أحتاجها في الـ evaluation والـ improvement. الله يعطيكم العافية، في أي سؤال؟ طبعا هذا الـ reference